الأمين العام لحزب العدالة والتنمية رئيس الحكومة قام منذ بداية هذه الولاية التشريعية بعدد من الزيارات لعمالة المحمدية بما فيها مدينة المحمدية أو الجامعات القروية المجاورة. هذه الزيارة ديال اليوم هي زيارة عادية، زيارة لعدد من أعضاء الحزب المتعاطفين معه، السي بوغرقوح مستشار الجامعي للمحمدية وعضو المجلس الجامعي جرى عملية جراحية، إذن هو زار يزور من جهة أولى. من جهة ثانية كذلك الزيارة ديال بعض المناضلين من الحزب على رأسهم الحاج حمد البغدادي، وكانت فرصة لأنه عقد عدد من اللقاءات مع الهيئة ديال الخبراء المحاسبين المعتمدين على الصعيد الوطني تمت هنا في المحمدية، عدد من الباحثين والمثقفين والنخبة ديال مدينة المحمدية، وكذلك كانوا زوار حتى من الدار البيضاء. وكانت فرصة كذلك أنه يزور مدرسة ديال الأمل ديال كرة القدم للاطلاع على هذه التجربة الرائدة على مستوى الترابي ديال المحمدية. وكذلك لاحظتوا الآن كاين زيارة لجمعية الحسنية واحد في واحد المشكل اللي هو قديم وقديم جدا، تم أنه عدد من البرامج المرتبطة بالفيضانات تحلت بفضل ديال السلطات المحلية بفضل المتدخلين الجماعات الترابية، بقى هذا المشكل هنا في حي الحسنية، نتمنى أنه يلقى الحل ديالو العاجل. اليوم كان كيأكد الأخ الأمين العام على أنه يتابع عن كتب الحزب في المحمدية، وكذلك كيتابع المناضلين ديالو، وكيتابع كذلك كافة المشاريع التنموية اللي كتهم عمالة المحمدية، وأنه كيقدم الدعم اللازم من الاتصالات اللازمة مع الوزراء مع كافة الشركاء ديال هذه التجربة التنموية اللي كنتمنى من الله سبحانه وتعالى أن تكون أن تعطي أكلها في خلال هذه الولاية خلال هذه الولاية. ولا شك على ذلك أن التجربة ديال ملف النظافة هذا جزء من الإنجازات وعدد من المشاريع الأخرى، أتمنى أن ترى النور رفقة الشركاء ديالنا في المجلس الجامعي للمحمدية فريق الاتحاد الشراكي الذي أشكره بهذه المناسبة على كافة المجهودات والأدوار الرائدة النموية في قطاع الأشغال، في السي حسن وجهي في الأدوار الهامة اللي كيقوم بها داخل المجلس، وكذلك كافة الفرقاء ديال المجلس الجامعي حتى الإخوة في المعارضة هما كيديروا أدوار هامة. إذا التنمية ديال عمالة المحمدية هي مسؤولية الجميع، كل واحد كيساهم بقدر وبجزء من واجبه وملتزماته، لا المنتخبين ولا السلطات وكذلك المجتمع المدني، وحتى انتم كصحافة عندكم أدوار هامة في نقل عدد من القضايا والإشكالات. أنا شخصيا وقفت على عدد من القضايا اللي كتيروها ودرت تدخلت فيها، وجزء من فيها اللي تحل وفيها اللي هو في طور الحل أو اللي يستعصي حله لسبب أو آخر. إذن شكرا لكم على هذه الزيارة وعلى هذه المتابعة.